سمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ها لا شوي هنصل شوي ها فين الساعة؟ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الصدقة تحدثنا عنها كثير ووجوبها، الحديث والله أنها كثير، واللهم لك الحمد، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على المسلم أن جعل له من ماله ما يدفع به الشرور ويدفع به السيئات ويدفع به اللي ممكن يعترضه في حياته. بل أنه ذكر في أحد الحديث أن الصدقة تشفي المريض وتدفع مية السوء، وقف بكة الخير، وقف للأيتام، يعني صدقتك إن شاء الله أنها رعاية يتيم مدى وقوف هذا الوقف، ما دام هذا الوقف قائم فهو لرعاية الأيتام. وقف بكة الخير، الآن الباركود موجود على الشاشة، تصوير بالجوال ينتقل مباشرة إلى المتجر الموقع ويدفع. والله يجعلنا وإياكم من المقبولين وصدقاتنا مقبولة، والله يحفظنا وإياكم كل سوء. راجع الراجحي برضه عن طريق التطبيق الراجحي لأيقونة جمعية البر بالجديدة، يجيك وقف اليتيم في عدة أوقاف، في وقف السقيا، لكن وقف هذا اللي احنا نتكلم عنه وقف اليتيم هو مشروع في مكة، وزي ما تعرفوا الأجور مضاعفة في مكة المكرمة. سأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله يعيننا وإياكم. أنا أقول أسلم وأجزاكم خير. أحسب أنك تقول راجع، أحسن أنك تقول راجع.
إله إلا الله تعالى تعال استريح تعال خلنا نجلس ثنية ولا نجلس بالجلسة ذيك هي نجلس بالجلسة تعال هنا 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 بعيد هنا هنا يا سادة هلا يرجع بس حر دربن عليها المخزن يا مرا حتفوق يا مرا يا الله ايوه الرمح رمحي والسهام سهامي ما جابها لا لحية ابو سعود يا اسلم والله ما تعلمت عليها ولا شيء بس اني كنت العبها انا قبل امسك امسك في اللين امسك في اللين اعطني واحد تعال هنا تعال هنا هذا لا ما بيه نبي هذا هذا اطيب هذا اطيب تعال 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 خيال الصفرة وانا بالله عجب تعال 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 هيا شوف 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 ايوه انا اخو فيصل شوف وين هي فيه ما فيه متعلم ولا صرت متعلم ما تجيبها اول وش انت مسوي؟ اربع كلها في الجدار خلاص خلاص ولا احنا ذا كبره ما تشوفه هلا لا هجت وانا بالعجم هجت انا اشوف ذي روح هجت تعال خلنا نقطع دقيقة في السفرة ايوه انا اخو فيصل اخو له نقول بلعب يلا هلا في الحمراء انا اجيبها في الصفرة في الراس اي وخر شو منير كيف الحال وخر لا احطها في راسي لا ما في بيت قريب طب خلها من عندي من عندك رميه من عندي رميه من عندك اصبر
شغال ماي ما ادري يمكن اعلق رح ود عيني انا في الازرق لا انا في اشوف على حافه الحمراء وانت في السادة ايوه انا اخوها بعدي ايوه انا اخو فيصل صح من بعيد يا ولد بتجيبه هذا من قريب عمياء من قريب لا فاشله والله انا بعد تجيبه لا والله من قريب فاشله من بعيد اجيبها شربه لحد الحين ما فزت علي انت وش عشان جبتها في السفره مره واحده تقول ما فزت علي لا بد يا الروح خلاص عموني أبو يوسف وين؟ صالح أكده وين راح؟ صالح منو منير؟ منو؟ أنت وين؟ هذا هنا ما يجي أنت هذا أنا يجي شوف هذا يجي هنا بعدين أنت ما في معلومة أجي انت اول شغل انت ولا اول مره انت لا من زمان انا معلوم اوه انا ما في ترشينا هذه هنا اياه ايه لاني ما ودي اني احرق الارضيه يا يا رجال ما عليك زين انا ادله الحين يا تمر السوم في عندك تمر ولا اجيب؟ يا زين على اوصافك املك وانت مشغلني حتى ما انا ما العبادة احرمتني من يا قرب صوتك وما بعد ريتك مني يا جعل من والرادة الجوال لا الجنة يا جلمان والردى الجوال لا نادر تعالوا كركني تعالوا بزينا كركني انت بتسوي انت بتسوي ولا ما تبي تسوي يعني ما يغير شيء اوكي ها ايش قال ولا عرب قهوه كفو جايك يا كليب شبه النار يا كليب شبه أبا عليك شبه هو الحطب لك إيجابي أبي إن علينا شون ماها وصب شون إن علينا ماها ومدري شلون أبه و أنت عليك أبو سارة تكفى تدلع أنا في المطبخ جيبها الدلة وش انهي فقرتون؟ ما
ما يعجب جيب الدله تاكل. عندنا فقره ابشر. فقره من؟ عند من؟ في فقره جايبين. في ضيف. انت ولا غير؟ ما ادري انا شفتها قدامي. ما تدري؟ مسوي فريق اعداد انت عندنا فقره. يا اخي هنا شفته عندنا انا معك متسابق، شفت واحد ضيف قاعدين يضبطونه تحت الهواء الحين، فهمت؟ والله. اي فحتى نادوك انت. نادوني انا؟ نعم. قتله ايش قتل متعه هذا؟ والله قتل ما هو قتل متعه، قتل ريالتي. قتل ايش نعمل يا اخي؟ يا اخي خف في كهرب تحت يا ولد. ايش النظافه؟ يا زندال المويه حاره يا رجال تكتمونا. هذه تبرد عقب نصف ساعه. وش الفائده؟ يا زين دله وبرادي، يا زين دله وبرادي، يا زين دله وبرادي، يا زين دله وبرادي، تسود صب لي يا نور عيني من الدله، كانك انت اللي من اجلي مسويها. دلتك تسود لال البلد كل لا يا لا 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 والله وسبعين نعم يا أبو سارة يا الوافي المطروخ دم ثل جنابي وينك يا فهد؟ لها عندي فما عندها لي أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد بت دهرا لا أعد الليالي أحب من الأسماء ما هو أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد بت دهرا لا أعد الليالي وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خالية أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي
وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجواء الطبيب المداوية. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبه أو كان منه مدانية. يس أوه. بارد والله بارد. يا ربي الشافي كل منهم يعجبك. بارد صح؟ فكر يوم والله أنا بارد. شعري ماهب نقل جماعي اجمع بها حتيك واسوي سواياك. وش هي منه؟ لحظة ادراك خلنا تكي اخذ علاجي علاجي. شو العلم؟ الحين كتمه صح؟ ايه شوي كذا يجيك براد. يا اخوي يزيد ريحة المويه مع الارض. اذكر احنا نلعب رش الحوش العصر لا جاء عقب العشاء اللي جاك. طبعا العصر اللي رشيته بدري جاتك الهبوب. الله يهينك الهبوب والله جاتنا. في مكيفه داخل اجيبه برد. ها؟ اللي في حقة الشيبان. تشيل انت الحال؟ لا. انا وياك. ها؟ انا وياك. ما انا وين رايح؟ تبغى تجيبها انت؟ لحظة ادراك. انا ما عندي مشكلة اجلس الحال لو درجة الحرارة 40 هاي. قبل شوي قاعد اروش انا ما داني الحق. ما اداني ما اتحمله. ليه؟ ما داني. شو بدي ناصر حربي؟ اسمع. قبل شوي وانا اتروش. جيني افكار. افكار اي والله تجيبك يا ولد. افكار يا ولد. تجيك يجيك تاني بضمير يجيك انك انت فاشل في الحياه ذي بعض الاحيان تشوف انك. امونير تعال تعال والله نسولف قطيم نسولف معجب. وانت اعطيتني مجال اسولف مجال. تعال من نوبي من نوري. فيصل المطيري يرد عليك. تعال اجلس هنا اجلس هنا. فيصل المطيري سويت كلام انت؟ ايوه. تعال منير من رد. اوووه. كان جاء هواء صح؟ ما حركة الرديه. بعض العرب مجيه تقول هبوب نود. والله ما ادري شنو تقول. كويس؟ كويس. معلم غني 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 سونج. كركر كويس. ايش غني؟ غني ما يعرف غني؟ ميري ميري شارمين هذا عاشورا عاشورا ما في عاشورا روح. ما في عاشورا شهر هذا كامل. انت 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 تبغى صوم خميس؟ ايوه. اليوم اثنين صح؟ ابغى صوم. ايوه بكره الثلاث. الحمد لله. خميس ابغى صوم؟ يجي خميس؟ ابغى صوم خميس؟ صوم؟ صوم؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صوم اثنين خميس. خميس ثاني يوم؟ اثنين ماندي وخميس. كم يعني؟ ماندي وتيوزدي. اثنين لا تيوزدي لا. انا تيوزدي يعني ثلث. قبل انا صوم اي. ثلث تيوزدي. وثرزدي. انا صوم اثنين يوم. ايوه لا ماندي توداي توداي از ناو ناو اليوم. طيب هذا سنه. انت صوم اليوم الاثنين بعدين ثلاثة فطور معلوم ثلاثة اربعة فطور. خميس انت صوم. جمعه ما في صوم. سبت ما في صوم. احد ما في صوم. اثنين انت صوم لايك توداي. ايوه ثلاثة ما في صوم. اربعة ما في صوم. لا بكره وشو؟ ايوه بكره وش؟ بكره ما في صوم يعني؟ ايه وشو بكره؟ بكره الثلاثاء. بكره الثلاثاء تيوزداي. تيوزداي بكره خميس بكره لا يعني انا انت موجود جوال؟ بكره ثلاثاء. بكره ثلاثاء انت موجود جوال؟ لا انا ما موجود جوال معلوم. ايوه ايه بكره ما في خميس. بكره ثلاثاء ما في صوم. بعد بكره اربع ما في صوم. خميس صوم. خميس صوم ايه. جمعه ما في صوم. سبت في صوم. احد في صوم. اثنين صوم ان شاء الله. يو اندرستاند؟ ان شاء الله. معلوم هذا سنه. انت صوم إن شاء الله. صوم خميس ايوه
سواء انا صوم عادي سواء سواء انت ان شاء الله ابغى صوم؟ لا انا ما في هذا صوم سواء سواء خميس ان شاء الله خميس تم صوم كم يوم باقي؟ قصدي تصوم قلت بقول لك ابغى صوم ابغى قصدي انت وش ايه يلا في واحد هذا عبد المحسن ان شاء الله هو صوم ان شاء الله ان شاء الله يعني يمكن الخميس سنه سنه بس الاثنين الخميس ترفع الاعمال هذا ملك هنا سجل انت يسوي هنا سجل حسنه هنا سجل سيئه هذا اثنين هذا ملك ارفع الله ودي هذا اعمال سوى سوى الله ودي هذا انت مثلا منير سوي منير يعني كل دنيا انت سوي منير هو يسجل ايوه معلوم صح معلوم هنا ايوه يوم اثنين ودي هذا فوق ودي الله هذا ملك ودي هذا مثلا هذا صلاه زكاه صوم اسمايل هذا ودي الله ايوه ودي الله هذا ودي الاثنين ودي الخميس ايوه اثنين انت صوم عشان عمل ودي انت صوم الله ان شاء الله غفور رحيم معلوم 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 قد يفهم اكثر منك ملايين ما في تيري ميري هذا هو هذا ما في وش ابغى انت ابغى طقه بانجا كان مي مشكل يا غني 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 خلاص خلاص ايوه بعد خميس صوم خلاص غني لا عادي غني ما في موسيقى يعني عادي انت غني بعدين صلاه بعدين لا 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 هو العب هو لازم هو لازم يحسب كثير وقت هذا مسخره كذا كذا حركات ايوه مسخره مو هذا نفر مسخره هذا مسخره هذا مسخره هذا شو اسمه معلوم شو اسمه هو؟ ايوه ها؟ فادي مشغول ايش اسمه؟ فادي مشغول ايش اسمه انا؟ فهد فهد بيض على وجهك انا معلوم ايش اسمه انا؟ ايوه ايه ايش اسمه؟ قبل شوي من الدين الله معلوم اسمه انا استغفر الله اسم؟ ايه ايوه انا وش اسم؟ معجب اشو معجب ثانك يو ان انجلش لانجوج يو كان سي لايك يا ان عربك معجب انجلش ان ماث رياضيات بلس موجب بلس موجب سالب موجب هذا انت في ذبه معلومه ذبه انا بيسوي ذبه حتى منير تبغى يضحك على ذبات قصب ذبه تويتر تحط ذبه يجيك 36 ضحك هذا كرك دابا ولا ايش 30000 ضحك لا هذا كرك نادر ما فيها هذا نادر هنا نادر موجود نادر هذا صباح هو نشيط مغرب هو نشيط ظهر هو نشيط ما شاء الله هو عيشه ما شاء الله يا ادمي ما شاء الله كل وقت هو نشيط ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الحين موجود شايكرك؟ لا ما ادري هو اسوي الحين يبغى شايكرك؟ كويس كرك مقصود اشرب انا صباح ثاني صباح ان شاء الله انت جرب انت سوي؟ انت سوي من 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 كلام سوي؟ انا سوي من ما في كلام لا انت معلوم اول حليب شاي حليب شاي سوي كل يوم ما في شاهي في حليب انا موجود في شاي انا شاهي شاي 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 جاي باكستان كلام جاي جاي هذا كلام شاي هذا شاي شاي كلام شاي شاي هذا كلام شاي 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 ولا شاي كلام ولا شاي كلام ما قلت سيناريو يو كان سي نو يو سيناريو قول سيناريو 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 اجين اجين ايوه يا طيب سيناريو اجين اجين يعني انا كلام ريبيت تو مي سيناريو سيناريو هو لا هو ايش كلام ما في كلام سيناريو كلام سيناريو انت ايش كلام سيناريو 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 صح يعني ايش كلام سيناريو 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 ما في اي ما غلطان كلام بلا والله من يوم قلتها انت منير درت اني غلطان هذا كلام سيناريو من اول اكذب لكن هو اشوف يوم كم 77 يوم انا موجودين لا انا 77 يوم افري داي سيناريو كلام هذا غلط يا فهد سيناريو ولا سيناريو كويس ما في معلومه لا لا سيناريو سيناريو ايه لا لا سيناريو هذا نفر انا شوف انا كذب انا مره كذب ما كذب لا انا صديق انت سيناريو صح سيناريو سيناريو هذا عشان هو
سنيري شوف هذا سعوديه كبير، هذا نفر بعيد هو اختلف شويه، مثلا الجنوب اختلف شمال هو بحجاز، هو كلام سيناريو. طيب سيناريو سيناريو لا سيناريو. لا لا انا ما في كلام سيناريو، انا كلام يعني سيناريو سيناريو فرق في فرق لا فرق بسيط عادي بس كذا فرق لبس لبس ايوه لبس سيناريو سيناريو يعني بس سيناريو كده. لا سيناريو قل. كله سيم يعني امشي بس انا صح انا صح ولا ما في شيء لا كلام كلام سيناريو كلام سيناريو سيناريو كلام سيناريو سيناريو خلاص خلاص اسوي خلاص كله صح كله صح I'm joking with you انت معلوم هو مين جيم هذا سهم 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 انا اول شوف لكن ما في شغل انا الا انت سوي اليوم صباح انا اشوف انت انا ما في معلوم كويس هذا معلوم هذا معلوم كويس ودي ودي اصبع كامل فوق انا برا وانا ما في معلوم بس سمسم محمد جابر انا محمد سمسم سكر محمد جابر ودي فوق معلوم محمد جابر اي جابر معلوم هو شنب هنا شنب هنا شنب هو ثلاثة شنب موجود اي شوف هذا كل كبار عرف في حالهم انا محمد جابر هنا حواجب هذا ايش اسمه حاجب حاجب ايوه ايه محمد جابر هنا حاجب كله نفر كله نفر هنا اثنين حاجب واحد هنا واحد صح محمد جابر ثلاثة فيه هنا حاجب كل الصواد في لا هو محمد جابر حاجب ما في شيء هو هنا واحد اثنين ثلاثة هذا محمد جابر استنشدت مني وقالت دمع يعني دقن فيه ندق فيه فيه هو ما بيدقن هذا حاجب هذا ايش؟ حاجب حاجب اوكي هذا ايش كلام؟ دقن دقن لحية لحية دقن ولا لحية؟ كله سوسو دقن لحية كله 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 مشكلة شوف هذا شوف هذا ايش ما بتدقن انت؟ انا اغير اول انا اغير انا شيل لازم تقن عادي يجي ثلاثة يوم أربعين مو يجي ما مشكلة هذا سنة سنة أنا في هذا صغير لازم هذا يجي هنا كبير أنت معلوم غني غني ما في معلومة تعال 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 بكرة لا غني غني يوم الخميس صوم خلاص بعدين غني عادي اليوم مشو باقي ثلاث باقي اثنين يوم مية مية غني هذا مية مية غني كلامك خلاص خميس صوم أكيد سحور سوسو فطور سوسة ايوه طبعا ساعة اثنين لا بيتسحر انت يودي سلك تسليك ما بصاحي يا مرحبا يا ابو ضحيان عيناي انت ومنى ومنى الفؤاد اذا تمنى انت السماء بدت لنا فاستعصمت البعد عنا نطقم على الازمه انت اليوم صحيتني واحدة ونص ايه قعدت اخذ رزق قبل ما ادري ايش تقول ابو صالح ما ادري ايش تقول في ذمتك انا قمت ما قدرت ارقد عشان مشعل قوامني فهد تسولف انت هنا وانا اسالك هنا وتسولف هنا فهد انا كلمتك قبل شوي قلت لي كلمت ما ادري ايش تقول تسولف انا ما ادري ايش اخذت منك ورقت دريت انك تسولف معي ما استوعبت اللي اخي اسالك هنا بتقول لي ما ابو صح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام مساكم الله بالخير أخويانا المتسابقين اليوم معنا ضيف متميز والطيب ما يجي إلا من أهله حياك الله أبو طلال حسن الزهراني يا مرحبا ومسهلا الله يحييك ويبارك فيك ويسعدك منور شرفت الله بلقاء بكم
يا مرحبا ومسهلا. طبعا يسلم. ابو طلال الليله يا الربع يعني بيقدم لنا وبيضيف لنا معلومات عن الطيب والعود، تمام؟ والطيب انتم ما هو غريب عليكم والله. الله يسعدك. الطيب الله ما هو غريب عليكم. يا حياك الله يا ابو طلال. الله يطيب ايامك. الله يرحمك. اول شيء انا عندي سؤال بس. اول شيء انت ما شاء الله تبارك الله بمجال العود والطيب لك كم سنه؟ تقريبا حول 15 سنه في مجال الطيب والعود. ما شاء الله تبارك الله. لكن انا عندي نقطه في السؤال هذا اللي دائما يسال، كم لك سنه في مجال العود؟ يعني لنا تجربه في بعض الشباب الان لهم سنتين او ثلاث سنين في مجال العود، تجاوز مراحل كثيره عن ناس لهم 30 او 35 سنه في مجال العود. ما شاء الله. ما شاء الله. صار عنده فروع، صار عنده متجر الكتروني، صار عندها ما شاء الله قاعده زبائن كبيره جدا في السنوات. ما هي مقياس في مجال البيع والشراء، هي كفائده خبره فقط في المجال. يعني هي تعتمد على الواحد كيف يعلم نفسه، يفرغ نفسه للشغله هذه. شغلتنا ما هي يعني ثانويه ممكن واحد يستفيد منها يعني على جنب، لا، شغلتنا يبغى لها واحد يتفرغ للشغل هذا ويعطي جهده واهتمامه، لان قدر ما تعطي جهد واهتمام في شغله معينه توصل للاهداف حقتك. مثل برنامجكم الان، تعطي نفسك جهد، تعطي نفسك تركز. اهتمام، تركز، توصل للنقطة اللي انت تبغى توصل لها. طيب ابو طلال، احنا اليوم بنستفيد منك، لان والله تبغى الصدق انا يوم حاكيك ترى ميح بالعود، وهذه يعني على قولتهم معلوماتي مره قليله فيه. فاليوم بنستفيد منك. اول شيء العود وش انواعه؟ بالنسبه للمعرفة الشخص للاعواد، ترى ما هي عيب انه يقول انا ما اعرف. مثل ما انا ممكن انا اروح مجال السيارات او مجال الاطعمه او مجال الملابس او غير اي غير من المجالات، انا والله ماني فاهم فيها شيء، اسال من صاحب الاختصاص، ايش رايك، وش تنصحني فيه، وش اللي تفيدني فيه، خاصه اذا انا وثقت فيه. بمجال العود انا اقول لك يمكن في المئة شخص واحد اللي فاهم، في المئة، ممكن في المئة بعد، يعني 100 رجل في مجلس واحد فاهم انواع العود ودرجاته وكذا، في الباقي ما هو فاهم. ما هو معناته انه جهل فيه او ما يعرف او قدح فيه، لا. العود درجات، انواع، مجال واسع بعد. مجال واسع واسع بعد. صح. هذا اللي انواعه وش هي؟ طيب انواع العود كانواع غابات ولا انواع تصنيف العود؟ يعني هو يختلف غابات وتصنيف. اي الحين كتصنيف زي ما تقول انت، المحسن او الصناعي والطبيعي. ايوه الطبيعي هذا اللي بسال عنه. إيه الطبيعي غابات، يعني عندك شرق اسيا كامل ما شاء الله تبارك الله، اغلب المناطق اللي موجوده هناك كلها مناطق عود، اللي هو اندونيسيا، ماليزيا، الهند، نيبال، الفلبين، سريلانكا. هذا الطبيعي اللي يؤخذ من الشجر. اللي يؤخذ من الشجر، نعم. بعضها يكون مستزرع. هذه غالب العواد الطبيعيه موجوده هناك. والعود المحسن تقريبا يعني من كل انواع الشجر. يعني الان عندي شجره انا كامله في اصيبت بمرض معين اللي هو اللي يخرج منها العود. سبحان الله هو مرض، تراه مرض. سبحان الله. ايش هو العود يخرج بمرض؟ نفس الشجره هذه تصاب ببكتيريا تموت منها، سبحان الله، وحنا ننبسط نطيب منها. اذا ماتت شجره طلع عود. طلع العود هذا. سبحان الله. فسبحان الله البكتيريا هذه تجي جزء من الشجر، ما هو كامل الشجر، جزء منها يجي فيها البكتيريا هذه، يستخرج منها العود. بالطبع باقي الشجر يستفاد منه العود المحسن. أيه. اللي هو دارجه غالب الناس اللي تعرفه وتشتريه وتقتنيه، لان على رخص سعره وعلى. ايش هو العود المحسن؟ المحسن اللي هو العود الطبيعي يضاف عليه ماده الرسين. أيه. الماده هذه تستخرج من نفس العود ويطبخ ويباع على في اللي يباع في الاسواق والمتاجر غالب. أيوة. الاعواد هذه. طيب نبدا بال ممكن انا اشرحها لكم باذن الله بعد شوي طريقه المحسن باذن الله. طيب الحين نبغى عود طبيعي، عود محسن، نبغى نشوف الشكل هل يفرق ولا لا. هذه هي ملكه سبحان الله. انت يوم تقول والله انا ابغى افرق، في يوم وليله صعب جدا.
هي تجي مع الأيام مع الممارسة، خاصة اللي يبيع ويشتري مع الممارسة يعرف، وكل يوم تعرف شيء جديد. حنا في مجال العود ترى كل يوم حاجة جديدة، زي الأعواد السيلانية ترى طلعت من قريب، العود السيلاني اللي هو السلنكي، العود الفلبين نفس الطريقة، كل شوي يجي شيء جديد. ما هو احنا عارفين اهل العود يعني ماخذينه كامل من الى. طيب نبدا نشوف في مساله دائما اقول للزبون اذا جاني يكون له هدف في شراء العود. يعني جيتني انت تبغى تشتري، انا ما اعرف ايش تبغى، ما عندي، ما انا ما اقرا الغيبه اقول لك دخلت عندي اعرف تبغى. لازم تفصح باللي انت تبغاه، اللي هو انت تبغى شيء شخصي. والله انا جاي، انا ابغى يوم طلعت الدوام رحت مناسبه ابغى شيء شخصي لي انا، ما ابغاه للضيوف ولا للبيت. فهذه له عودها ولها اصنافها تفرق، يعني تفرق. نعم جيتني انت تقول لا والله انا ابغى اهدي عندي صندوق ملكه او زواج او با اهدي صديق لي في العمل في شيء خاص للاهداء، انت ما اخذ لك كسر صغار. واضح. واحد يقول لا والله انا عندنا انا عندنا في الاستراحه اطبخ وذا، نبغى نغير الجو في الاستراحه، منت ماخذ عود غالي. فهمتني؟ فهو له استخدامات. انا يعني اتمنى من الزبون اذا دخل عندي يعلمني ايش اللي يبغاه بالضبط حتى اني اتساعد معه، لاني صعب اشممه اصناف العود اللي عندي في المحل كامله. مو هم متقارب قدر ما هو اني انا ابغى اعرف ايش يبغى. يا سلام يا سلام عليك، هو درجات وانواع، ما هو بدرجه واحده. حتى اني انا سلام ترى بركات، حتى اني اقدر انا اعرف ايش طلب الزبون. انت بتقرب لك بس يقرب لي، بعدين انا اعطيها الخيارات. فيها الغالي، فيها الوسط، فيها الزين، فيها يعني اعطيها الخيارات كامله على حسب ميزانيته هو اللي يبغى يشتريها يشتري فيها. طيب ابو طلال، الحين انا زبون ايوه، وجيت عندك المحل وقلت لك والله انا ابغى عود حق مناسبه، تمام؟ احسنت. انت عرضت قدامي انواع عود، كيف افرق ما بين العود اللي عليها الكلام، العود اللي يجملني؟ شوف غالبا اللي يدخل عندي في المحل يقول لي ابغى عود مناسبه، السلام عليكم، عندك عود زين ولا عود كفو ولا عود طيب؟ ايه؟ هذا على طول اصنفه انه ما هو فاهم في العود. ايه؟ بالكلمات هذه انا اصنف على طول ما هو فاهم بالعود. نعم. اجي اصنف هذا من طبقه المحسن، اللي يسمع هذا اللي يهمه السعر اكثر من الجوده. لان زبونين، في شخص يشتري سعر ما يشتري جوده، وناس تشتري جوده. يعني يدخل عندي في المحل يحدد الصنف اللي يبغاه، النوع اللي يبغاه. هذا اللي فاهم. هذا على طول افتح له الصناديق واعطيه اللي يبغاه. بالعكس اخليه يجرب، يستانس هو يحرق في العود عشان يطلع من عنده مقتنع. يعني نفسية. اذا رجال جاك وقال ابغى العود، ابغى العود الفلاني والفلاني والفلاني، يا سلام، يسميها بالاسم هذا الرجال، يعني ممكن انه فاهم شو. انت زي تدخل شو اسمه عرض سيارات، ابغى سياره. اي صح صدق. اتعب وش تبغى؟ والله جاب المثال الصحيح. وش ما اقدر اوصل لك، انا حددت، دخلت عندي المعرض وحددت السياره اللي تبغاها والموديل اللي تبغاه، اعطيك الالوان، اعطيك الاشكال كلها اللي تبغاها. صح. وهذه ممشاها كذا وهذه لا، انت اذا دخلت عندي وانت فاهم هذا على طول انا انزلك، انا اقيمك من اصحاب اللي انت تشتري سعر اكثر من انك تشتري جوده. صح. ابدا معك في المحسن، اجي اقول لك عندي الوقيه من 30 ريال او 40 او 20 اللي هي الى الحد 100 200 اللي هو المتوفر عندي في المحل. طيب ابو فهو على السعر اللي يبغى، خلاص انا برمجت له، اعطيته ذبيته، الحين الكلمه عنده، الحين هو يختار. والله انا حدي بميزانيتي 80 70، اعطيه اللي ابوه 80 70. ايوه يعني تمام. هذه بشرحها لكم بعد شوي. ابشر او تكلم عنها. بتكلم وبشرحها زياده الان. اللي ما يحضر فقرات بدري صح يعاقب. شايف كيف؟ معذور، الله يسعدك، معذور، الله يحفظك. بالنسبه احسن افتح مايك كله، خذك خاصه يستاهل. يلا ابو طال. طيب الحين احنا تكلمنا عن ان جاي زبون انا ما اعرف شيء، حلو، جاي جيتني انت الان واعطيت وجيتك وقلت لك ابغى شيء حق مناسب، حق مناسب. السلام يا رب يحييه. الله يغنيك. فهد القيس ونعم الله عليك زود. الله يسعدك الغالي، مرحبا. ابيض وجهك، وجهك ابو يوسف. سلمت بس هلا والله يا رب، الله يسعدك، حياك الله. بس
الله يسعدك ويغنيك. طيب ابو طلال اذا تسمح لي بس الحين بما ان يعني قلنا ان العود له مقاييس وكذا انا كيف اعرف انا كزبون كيف اعرف المقاييس اللي تقول لي ان العود هذا انه جيد ولا ما هو جيد؟ شوف المقياس انت اللي تحدده ما هو انا. كيف؟ بما انك انت ما انت فاهم الان. اي دخلت مطعم حلو. طلبت طلب ممتاز بتحدد الطلب اللي انت تبغاه لانك تعرف طعمه صح ولا لا؟ طيب. بالذائقه إيه؟ هذه صعب انا احدد لك. اجي اقول لك ممكن اجي اقول لك انا هذا افضل عود عندي وكل الشباب يشترونه ما في احد ما يشتري كم انت تقول له والله انت عكس الشباب كلهم اي تقول له والله ما جات لي ابو طلال. طيب يعني بطريقه الاحتراق هذه افضل شيء انك الزبون اللي يحدد. انا بالذات اذا دخل عندي اربعه في المحل ولا خمسه أنا أغسل يدي منهم ترى ما أبيع له صحيح والله من باب إني أنا طيبه أساس يقول والله الزهراني دخلنا عنده طيبنا ما أقول له والله ما ببيع لكم لأنهم خمسة يدخلون عندي مستحيل يتفقون مستحيل أعطي المبخرة حطيت كسرة عود قال والله ما هي بلي الثاني قال والله أنا كفو الثالث قال والله ما جازت لي الرابع قال والله وص يعني الموضوع ذوق ما هو جودة أنت اللي تحدد ما هو جودة يعني الجودة قلت لك في الأصناف الزينة الغالية هذه بالنسبة للمحسن هي ذائقة وجودتها يفرق إنه تقول إنه رسين طبيعي ولا محسن الحين بشرح لكم يا سلام. طبع هذه شجرة العود الآن فرضا نفترض أنها شجرة العود أصيب المرض في المنطقة هذه اللي هو من داخل من داخل داخل من خارج لا من داخل سبحان الله بكتيريا هي بكتيريا سبحان الله جاء المرض هذا وجلس بالطبع كل ما زاد عمر الشجر كل ما زاد جودة زان العود أحسنت فبدوا الآن أخذوا الشجر هذا قصوه طلعوا العود الزين اللي فيه بقى وش اللي باقي الشجر العادي اللي ما أصيب بالمرض أو الأجزاء اللي ما أصيبت بالمرض هذه يستفاد منها وش يستفاد منها يستفاد منها زي هذه الكسر هذه عود طبيعي ترى مروكي سواء من اندونيسيا سواء مروكي او كلمنتان او جابورا انواع العواد الثانيه اللي يوضع فيها العود المحسن اي فاتح هذه ما هي هذه ما جاها المرض سبحان الله المروكي يجي غامق شوي احسنت كل ما زاد يعني على قولتهم كل ما زاد سوادا كل ما زادت جودة الكسر يعني اللون له علاقة إيه مو هو إذا جاها صبغة لون أو ذا لا كل ما زادت الكسر إيه لون العود الأصلي بدت ما يشرد ذي وأحسبناها الأصلي الفاتحة ذي هذه أيوة وين أخوك هي قلت لك في الأخير المبخرة عندك أذواق صح يمكن أنت تكسر منها تعجبك أنت ما عليك من كلام البائع أو اللي يسوق المنتج هي في الأول وأخير ذائقتك أنت فهمتني أنت اللي بتشتري أنا أوصف لك يعني أنت الحين حددت زي ما قلت في الأول الكلام يوم تدخل عندي حددت لك الميزانية قلت لك أنا عندي الوقية من كذا إلى كذا فأنت قلت والله أنا الحد حقي 70-80 أطلع لك حدك أنا أربع أنواع خمس أنواع أقول لك هذه اللي الدرجة اللي أنت تبغاها نرجع لموضوعنا فهذه ما أصيبت من المرض تقص على أشكال أعواد يضاف عليها مادة الرسين تطبخ تدخل في عالم شو اسمه دقيقة هذا كلمنتان صح؟ هذا المروكي لا هذا الأخير هي هذا كلمنتان أحسنت الله عليك أبو صالح والله خبرك لا ترى أحب هالأشياء هذه أحسنت هذه تصير زي كذا هذا مروكي محسن أحسنت شفت كيف تصير؟ إيه الحين الأقلام الماركة والساعة الماركة تضاهب البديل نفس الشغل صح ولا لا فالآن هي العود المحسن يضاهب نفس شغل العود الزين الفاخر اللي دخلت زرقة ويكون في وزن واضح صح بس إنه هذا محسن وذاك العود الأزرق الطيب سلام اي والله فهذه الآن شو تخيلوا الشكل هذا صار بعدين مثل الشكل هذا يعني هذا بعد التحسين بعد التحسين طبعا درجات التحسين
هل التحسين انا بس سؤال إيه؟ انا دائما اسمع المحسن والناس تاخذ فكره ان المحسن ان شيء ما هو اصلي. هو مو هو قضيه اصلي انه أو 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 اوفر أو للزبون هو اوفر للزبون إيه؟ يعني يعني كيف اوصف لك يعني بعض الاحيان الزبون يبغى رائحه واحده صندوق بيبسي يشتري طعمه واحد ما أبغى يختلف مو زي يقول صندوق طماش شراه والله هذه طلعوها هذه فاسدة هذه صغيرة هذه خضرة طبيعي زي كذا ترى مستحيل تأخذ كسرة واحدة مستحيل تقول والله أنا بروح السوق بشتري لعود طبيعي وكله نوع واحد لا لا بجيك كسرة زين وكسرة وسط وعلى حسب أنت خبرتك كيف بتحط الكسرة وتستمتع فيها يا سلام المحسن لا ريحته واحدة اللي يقول بريح راسي أبغى ريحة واحدة في البيت ما أبغى يختلف لكن أنت تجي تختار الصنف تقولي والله هذا جاز لي أعرف إنه كل الكسر اللي بتشتريها نفس الرائحة هذه طبع ما هو تسويق للمحسن أنا ما أسوق للمحسن لكن كمعرفة للسوق ودرجة طيب أبو طلال أنا في حاجة يعني ملاحظها ويمكن الربع كلهم ملاحظينها زمان كان العود اذا مثل بخرنا بهالبيت كانت تبقى الريحه بالبيت الحين يعني ممكن تجلسها يوم يومين بالكثير وتروح الريحه ليش شو السبب والله بعضها حتى ما تاخذ يوم تجي ساعه ساعتين الريحه رايحه ايوه وش السبب شوف اول زمان وش كانت غرفنا معلش المجالس وش هي زل صح ستاير الكنبات كله قماش في قماش صح ولا لا صدق قماش يجيك كثيف بعد الله الله صح فحنا كنا اول نبخر البيت او الغرفه كانت تجلس تطول الريحه ما تطير بسرعه اي فالان وشو مجالسنا كلها سرامي كل باركيه ولا جدران دبس ما تجلس والله ان نظره جميله صح تمسك الريحه صح ما تمسك الريحه لكن ترى في بعض العود بسم الله ما شاء الله اتكلم عن الاشياء الفاخره مهما كان ما شاء الله ثباتها صح تكون فاخرة الحين العود اللي تاخذه من الشجر اي نعم يعني تاخذه على طول تشبونه ولا تضيفون عليه عطور او تضيفون عليه دهن عود هذا اللي قلت لك المحسن يضاف عليه انا يوم قلت لك المرض اصيب لكن الزين من لا ما يضاف عليه شيء هو يفرض رايه في السوق على حسب كميه الدهن اللي في الكسر بعض الكسر في الشجر هذا بعض الكسر توصل الجرام حقه يوصل 200 300 ريال جرام يعني الكيلو 300,000 اي نعم هذا الكسر تعد من نوادر العود اللي هو العود الغطاس اللي يسمونه في السوق الاندر ووتر ما ادري سمعتوا فيه ولا لا العود هذا من اندر انواع العود في السوق وقليل توفره في المحلات يعني تلقى في المحل أو محلين عنده كمية بسيطة وحتى الكمية هذه هو محافظ عليها ما وده يبيعها بسرعة لأنه تعتبر واجهة له في محله واجهة له في مجلسه لأن هذه من الأعواد اللي تقتنى ما تحرق فاخرة إيه ما تحرق شيء فاخر إيه يعني اقتناءات زي تقول لي أنت الآن وكم تقريبا سعرها هذه إيه؟ أنا عندي من عينات بوريكم الآن منها توصل مبالغ ما هي بسهلة على حسب ندرة العود مو هو يعني عواد نادرة انتهت من السوق ما عاد في منها هذه ترتفع أسعارها إيش الفكرة في غابة العود يا جماعة الخير غابة العود مثل الطاولة هذه شفتوا الطاولة هذه اللي قدامك الآن اكتشفت بدأ الآن أخذ العود اللي فيها الآن جينا نأخذ من هنا نزلناها السوق بيعت المن للزبائن في شخص ثاني في الطرف الثاني اللي هو يجني يجمع العود يجمع العود من الشجر لا من ايش بعدين ايه واضح يا سلام الحين في ناس تستخدم وناس تجمع صح بدا وصل نص الغابه نفس الطريقه في ناس تستخدم وناس تجمع انتهت الغابة هذه جت الحكومة الاندونيسية او الماليزية او ايا كان قالوا خلاص هذه الحياة الفطرية وقف ما عاد تمسكون الشجر اللي فيها السايتوس حقهم قال وقف ما عاد تستخدم الشجر اللي فيها واضح صار العود وين الان
عند اللي يجمع. ايه صار الان هو الان ينزل في السوق ويتحكم بالاسعار وكيف ويتحكم مو عاد يتحكم الى حد يعطي السعر اللي يبغى صح لانه هو برضه يبغى يبيع الان يعني كان شراه ب 10000 يبغى يبيع الحين ب 20 30 هو عارف انه بيجيب السعر ده اصلا بيجيب السعر هذا طيب يبدا من يبيع على من يبيع يبدا يبيع على نوع شخصين اللي هو المستخدم والتاجر بعد اللي يعني في ناس تجمع من الرجال يجمع اي اللي هو التاجر انا بدأ الناس تطلب مني تبغى مروكي عندي واحد اثنين ثلاثة يبغون مني يسحبون مني انا وين اجيب الان من اللي رجال تجمع تعال يا حبيبي عندك نوعية تعال ابغى ابيع للشباب ذول عندي طلب فهو يبدا يعطيني وانا ابيع طيب يعني او انه هو واصل تلقاه عنده زبائن يبغى يبيع لهم او طبقه معينه يعني ابو طلال الحين يعني احنا توصلنا المعلومه ان العود نوعين نوع محسن ونوع طبيعي احسن اللي هو الطبيعي والصناعي ايوه المحسن هو اللي تضاف لها ايش ماده الرسين ماده الرسين الرسين حلو يعني. اللي هي تعطيها الصبغه الغامقه اللي هو العروق اللي جوا العود ايه لو اكسر لك الكسره هذه بتشوف العروق سوداء يخمر العود في المادة هذه لا مو يخمر يطبخ يطبخ اي نعم يطبخ. زي السواد اللي جوا هنا شفتوه خل الشباب يشوفونه لمدة كم يطبخ بالله عاد والله هذه يبطي يعني بالضبط كم يوم ما ادري شوف يعني. العكس هذه شوف البياض كيف فيها ايوه وهي هي نفس العود ترى بس دقيقة بس نوريها المشاهدين الكرام شوف اللمعة هذه هي لمعة مادة ايش؟ مادة الرسين الرسين نعم الرسين هو العود اللي يضاف اليه أيه. عكس البيضة عكس شو اسمه الفاتحة اللي معك الفاتحة يعني ما فيها ما فيها عود مع انها عود مروكي هذه طبيعي عود مروكي اي نعم عود طبيعي مروكي طيب المروكي ابو المروكي ابو طلال كلها سم المروكي كلها ما هو بصلي يعني كلها يطبخ مو عن اصلي وما هو باصلي يا طبيعي يا محسن انت اللي تحدد يا زبون وانت تدخل عندي المروكي بصفه عامه كله لا لا في طبيعي في طبيعي غالي جدا مو رخيص مروكي مروكي ايه درجات المروكي زي هذه يا سلام ممتاز طبعا المروكي كل ما زاد الشكل هذا في العود المروكي كل ما غلى سعره اللي هو الصفائح يسمونها الصفائح المبروم هذا مع يعني اذا زاد يقل السعر ليه؟ على حسب يكون جوا ما وصل المرض فيه زين او يكون جوته خشب لكن هذه انتظمه من الجهتين فيها عود صح يا سلام فهمتني ما نحسب ان هذه اغلى من هذه الحين هذه جيده ترى هذه العود إيه ممتاز نحسب انها غالي لا لا هذه هذا العود زين وغالي مو رخيص بس انه اتكلم بصفه عامه العود اللي يجيك مثل الشكل هذا غالبا في العود المروك الخفيف يكون خشبي مو هو مثل هذا اللي تضمنه من جون باك اي نعم اي نعم طيب ابو طلال في سؤال يعني يدور في بالي دائم كل شوي يجينا واحد يتفلسف لنا بطريقه كيف تحط العود فوق الجمر في ناس يقول لا تقلبه خلي على جهه واحده في ناس يقول حط طرفه وش في طريقه معينه ولا كل هذه اجتهادات من الناس لا هي لها طريقة صحيح كلامك لازم تنحط يمكن الرجال جاء تكلف عندي ودفع 400 ريال 300 ريال في وقية والوقية أنا في نظري ممتازة جدا حلوة فاخرة لكن راح البيت حطها غلط طلعت ريحتها غلط حطها على جنب قالبها وما حط ما نظف حط الكسرة على الجنب اللي مو الجنب الصحيح اللي نحط عليها الفحم تطلع الرائحه ما هي بذيك الزود لكن لو حطها صح الكسره تطلع رائحتها ممتازه جدا بعض الاعواد يعني اعطيك مثال بس ابو قلب العود ابو طلال هي قلب العود فيها اسلم فيها مقاطع اذا جاهزه نعرضها مقاطع عن العود ايش رايك اي خذ راحتك خلاص تمام بالله عرضوا لنا المقاطع اللي هي جاهزه علم النحت شوف كيف ينحتون الشجرة يجلس يومه كامل ينحت في العود طبعا يحتاج دقة ودقة في مسك الأداة ليش عشان ما تنكسر معها الكسرة مراحل محسن هذا العود عود مروكي طبيعي
المحسن دائما يستخدم من اعواد طبيعيه جودتها عاديه جدا، شوفون بياضه ما فيه دهن، لكنها اصله عود، لذلك المحسن دائما نهايه الكسره تلقاها رائحه عود، لانه اصل الكسر عود. الاعواد اللي تو يتم اخذها ووضعها في قدور وتطبخ مع ماده الرسين حتى يتشربها الدهن، تشرب الكسره. طبعا ماده الرسين هذه هي ماده طبيعيه مستخرجه من العود او مضاف عليها مواد اخرى. طبعا كل ما كانت طبيعيه كل ما غلى سعرها وكانت جودتها اعلى. ده يطلع العود من القدور وينشر يصير لونه هذا. طبعا الحين جالسين يفرزون الكسر الكبيره عن الكسر الصغيره، ثم بعد هالمرحله يتم نشره في الشمس. هذه مرحله نشره في الشمس. هذا المواد عود طبيعي، شوفوا لونه بعد ما نشر. يتم نشره في هذا المكان، ثم ينتقلون للمرحلة اللي قبل الطبخ اللي هي مرحلة التخمير. لاحظون أدق التفاصيل هو مهتم فيها. شوفوا ما شاء الله المصنع وش كبره، مصنع مميز جدا وعنده إدهان فاخرة. يعني من الأشياء العجيبة أغلب المصانع الموجودة تقليب العود يدوي، هنا تقليب العود بالدنوم هذا إلكتروني. ما شاء الله تبارك المصنع كله دهان ترات ما يشتغل في غيرها. شوفوا ما شاء الله، ما احكي لكم الرائحة، الرائحة جميلة جميلة جدا جدا جدا. شوفوا جودة الدهن. هذا الدهن. بقول لكم سؤال، ليش يقطع العود قبل ما يدخله؟ احنا شفنا امس الجزء اللي يقطعه هو الجزء المصاب، باقي الاجزاء ما يمكن انه يحطها لانها راح تستهلك في القدر وما راح تطلع دهن عود وتطلع الريحه الطيبه. فعشان يسرعون، لانه شجره العود هذه واذا دهمها النمل تحتاج 60 70 سنه الين تفرز ويصير قلبها كله مليء بالعود. فعشان يسرعونها ويخلونها 25 سنه 30 سنه، يعني مثل هذه الاشجار لها ترى من 20 ل 25 سنه، فيفتحون زون هالموضوع، يحطون فواكه مخمره بمويه ويحقنونها داخل الشجر، فالنمل اللي يتكاثر داخل هذا الشجر وتكاثره يخلي العود يقاومه ويفرز مادة العود اللي هي أفضل مادة موجودة أو أزكى مادة موجودة. ما شاء الله تبارك الرحمن. أبو طلال الله يبيض وجهك، التوضيح يعني للأمانة بكل شيء، طريقة تحسين العود وطريقة المحسن. أنا ترى ما اكتشفت غير من المقطع أنه هو مستخرج من العود اللي هو اللي يطبخونه فيه، صح؟ أحسنت. قصدك المادة الرسين. الرسين إيه؟ الرسين هذه تستخرج من 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 العود نفسه. إيه. عاد هي أمور يعني على قولتهم كيميكال، ما هي بال نفس العود، يضاف عليها الكحول يطبخ وتطلع عجينة الرسين ويستخدم في العود المحسن. يا سلام، شفت الربع الشجر كيف يستخرجونه، كيف يستخرجونه؟ هذا الكلام على المحسن الطبيعي. لا شفت المحسن لما يطبخون في السم. الشجر اللي في المقطع اللي قبل شوي، هل هو مروكي ولا ايش؟ هذا هذه رحلتي في شو اسمه في تايلاند. إيه؟ هذا العود تراد. رحت تايلاند؟ اي نعم. هذا مسي على اخونا عبد الله شويش، انا وياه. هذا صوته ترى. نعم، تحيه له يا الربع. هذه رحلتنا لتايلاند. العود اللي في تايلاند اللي هو عود التراد، طبع تراد قريبه من كمبوديا. إيه؟ العود هناك او الدهن حقه برضه قريب من النكهه الكمبوديه والرائحه الكمبوديه، تكون رائحة سويتية جميلة. حتى العود التايلندي أو التراد بالأخص ما يحتاج أنك تعطر شماغك، هو بالحالة بسم الله ما شاء الله بخور على طيب، عكس الأعواد الثانية اللي ممكن تقول لا بحط عطر
ثم اتبخر ثم كذا عشان يزيد جمال على جمال. طب انا بسالك طيب. انا بعددك من ربع، انا بسالك عن المرو هذا اللي يطلع البكتيريا هذا اللي شفناه بالمقطع ذا، وش بالضبط؟ هو مرض سبحان الله يصاب على خط الاستواء في الشجر هذا. عد والله انا بالضبط يعني احدد لك ايش طريقته والسبب ما ادري والله، لكن يصاب الشجر معين يصاب بهذا المرض. يشيلون اللحاء كذا ولا يقطعون الشجره كامل ولا يشيلون؟ لا تقطع الشجره ويستخرج العود من قلب من الشجر من جوه صح، من تنحت وتنظف لين يوصلون لنفس العود. كيف يعرفون العود؟ تفضل. سعر تصديرها غالي؟ شوف التصدير يا جماعة الخير، لا حد يغركم يقول لقيت أنا نكبت. بيصير تاجر ترى، ممكن تاجر عود بإذن الله. إن شاء الله. الرحلة الأخيرة هذه حتى أني ضد واحد يصور منتج هو في بلد المنشأ، يعني يقول والله أنا يا جماعة الخير شوفوا هذا قيمتها ريال وتباع عندنا فرضا 50 أو 100، فأنت بكرة دخلتها الرياض أو جبتها السعودية هنا تبغى تبيعها لا يجيك العلم قالوا الناس تهريها بريال. والأمر الثاني غير كذا في تكاليف أنت ما تدري عنها صح. أنا جايب معي صندوق جايبة من تايلاند، ثقيل الصندوق قيمته هناك رخيص، طلع عليه جماعة الخير الشحن الكيلو $10 يعني يعني لو افترضنا هذا قيمته هناك ب10 ريال صار كم قيمته الآن؟ الصندوق بس؟ إيه. لو قلنا قيمته هناك ب10 إيه. وأنا طمعت قلت والله هذه باع عندنا في السعودية ب50 يا سلام مكسب 40 ريال. تفاجأت إن الشحن غالي أنا أو 43 أو زي كذا. ثقيل هو. إيه لأنه بالوزن. فأنت قبل ما تشحن أو قبل ما تتاجر اعرف امورك كامله من اسعار التصدير، اسعار التصدير، الضريبه حقتها، الشحن، المخلص الجمركي اللي هنا. فانت ما هو يغرك المنتج انه سعره رخيص او غالي ثم تجي تجيبه هنا تقول انا اسلم الحين. كيف اعرف ان الكسره هذه حطيتها طول؟ انا ما مش قلت مع الريح ان شاء الله بقدر اختار اي، لكن المشكله انه لو حطيتها على الجمر بعضها ما يطول بعضها يطول، انا ابغى ذا اللي يطول. كيف اعرف الاعواد بقضيه انه يطول او ما يطول؟ في بعض الاعواد خفيفه زي الكلمنتار، عود خفيف زي الرقائق، الرقائق الهندي، بعض الكلمنتان يعترق بسرعه اي نعم زي اللي موجود هنا. هذا الرقائق صح؟ اي نعم هذا الرقائق. وش فرقه؟ ثواني بس عشان اشرح حبيبنا. زي الرقائق هذه عود خفيف تجي تقول ابغاه يطول، كيف يطول؟ لا اتكلم على الكسره هذه واضح انه ممتاز. بوصل لك انا بيسلك. فانت الان هدفك مو هو عود حق تبخير شخصي، ابغى عود يطول. فهذه تنتقل للاعواد الثانيه اللي هو المروكي، الجابوره، الاعواد الثقيله، الارياني. هذه اذا انت حطيتها في المبخر تطول، تكون وزنها ثقيل والدهن الكميه الدهن اللي فيها كثيره. فهمتني؟ ما له علاقه الجمر. الجمر مثل الأعواد هذه الخفيفة يكون لازم يرمد مثل كذا، يكون فاتح ايه حتى فحم خفيف ايه فحم خفيف عشان ما تحترق. حط الكسرة واستمتع ايه فيها مثل دقة صغيرة، الكسرة الصغار، الأعواد الخفيفة لازم يكون مرمد مرمد ايه. العود الثقيل اللي فيه وزن شم ريحته صار مناسبات زي المروك ايه هذا لا يبغى لك جمر بعدين نسبه وتناسب، تجيب لك فحم صغير وتجيب كسره كبيره. يعني معنى كلامك تعتمد على نوع نوع العود. العود المروكي انا اشوفه ولا الارياني والجابوره. الجابوره هذه من الانواع اللي تصبر على الجمر، تطول ما تحرق تحترق. هذه في المناسبات تصلح المروك الجابوره يعني ما يلف لفتين لطفل يصلح استخدام الشخصي. الهندي الكلمنتان كلها ممتازه اذا كان 4-5 موجودين في المجلس، لكن مجلس مليان اصرف راح اقول لا. في شيء الان طالع في السوق يسمونه النمري ولا اللي يجي كذا التايجر قصدك انت؟ التايجر ايوه. هذا برضو من العواد المحسنه مو طبيعي. بس كيف جاي شكلها بهذا الشكل؟ لاني انا شفتها في التحسين عندك جاي لونها اسود بعدين كيف تحول؟ هي يا جماعه الخير قضيه التايجر وكلها من طلب التاجر نفسه.
جيت انا اعرف زبائني، عندي تقريبا جربت منتج كيف طريقه اختياري للعود. جبت عود، جبت 10 كيلو في السوق، بعتها بسرعه، نجحت ولا رسبت؟ نجحت؟ لا ما نجحت. ليش؟ كم رجع لي من العشرة اللي بعتهم؟ ايه هذا نسبة نجاح المنتج. صح، اللي يرجع لي كم رجع لي؟ ايوه انا رجع لي، انا بعت ل 100 زبون، ال 10 كيلو بعتها ل 100 زبون، ممتاز، رجع لي 70 واحد. نجح. هذا معناته ناجح المنتج. يا سلام. ارجع انا الحين اتفنن في المصنع اللي انتج لي هذا العود، جماعه الخير انا ابغى كذا الكميه، طبعا كل ما زادت الكميه زاد قل السعر. كل ما زادت الكميه قل السعر، مو واحد جاب 5 كيلو نفس اللي جبت انا 10 كيلو 100 كيلو الطن، لا لا لا، هذا سعره غير وهذا سعره غير وانا سعري غير. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انا اجي احدد شكل المنتج حقي، واضح لونه الاصلي ايش قلنا؟ أيه. هذا الفاتح، اجي انا احدده، عطى اللون الفلاني، ابغاه بالشكل الفلاني، ابغاه مستترب، ابغاه كذا، هو ينتج لي النوعيه هذه عشان انا اقدر ابيعها في السوق ويتقبلها الزبون. طيب ابو طلال، احنا الظاهر ان شبعنا العود، اشبعنا انا العود. ودي اوريكم والله العود اشبعنا، لكن انا بسالك الحين عن المعجون هذا، لان بالبيوت اغلبنا امهاتنا كلنا يستخدم منه تقريبا، المعجون اللي هو مسك المعمول والمنثوث. ايه ايوه المعمول. ايه ابغى اعرف وش يعني انواعه وكيف يعني وش الجيد منه. شوف استخدامك للعود المبثوث او المعمول. الان شفت الكسره اللي في يدك هذه او هذه، معلش موجوده هنا، نظفتها الان، ايش طلع منه؟ الخشب العادي. اي التاجر الذكي انه يستفيد من كل منتج او هدر يطلع من عنده من ال اعاده تدوير. مو انا نظفته كبيته، لا، لازم استفيد منه. استفادتي منه وش اسوي؟ اسوي منه يا معمول يا المبثوث هذا اللي اي نعم. اي نعم، عاد اضافه المعمول والمبثوث على حسب انت. شو المبثوث؟ اللي هو الكسر العود، كسر كذا إيه. كسر العود اللي مثل هذه المبثوث، هذه انت عندك عود نظفته صلحته باقي فيه كسر، او في كسر جاك زبون نقيت له طلع باقي اللي يسمونها النفو اللي قليل فيها الدهن، هذا انا اسوي فيه معمول او مبثوث. نفو العود إيه. انت الحين شريت كرتون طماط او برتقال إيه. طلع 4 او 5 خربان، مو خربان نص خربان، قلت بسرعه عصروها لي لا حد يرميها، اقطعها واعصر، فهمت؟ هذا النفو طلعت انت على جنب، واضح؟ نفو العود انت، احنا نطلع ما نرمي، ليش نرمي؟ اعاده تدوير اللي هو المعمول او المبثوث. بالطبع انت تضيف في المعمول المبثوث تحط فيه من على حسب طبقة الزبائن اللي انت تبيع لهم، في بعض تحط يعني دهن عادي او رخيص عشان يتقبل الزبون، تبيع علبة ب 35 ب 40 ريال، في بعضهم لا يعني يبغى شيء فاخر يحط دهن عود طبيعي ورد طبيعي العنبر زي هذا 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 المبثوث صح؟ هذا المبثوث وهذا المعمول اللي احنا نصنعه. الله اعرفه هذا المعمول اعرفه. اي نعم، هذا ترى من عود طبيعي، هذا من عود الأرياني برضه، نص عود أرياني طبيعي. ترى عبد الحسين يحسبه مالتيزرز، ترى معمول، ترى معمول، ترى بخور حتى مو معمول تمر، ما ذكيول حسب انه معمول ترى اللي هي العود نفسه الكمبودي. ايوه او العود الهندي، انا ترى احبها الكمبودي والعود الهندي القديم. يا سلام، اذا حطيته على جمر النار الحطب ريحته غير ريحه الجمر الصناعي. هذا اللي محطته ايش جمر الحطب، جمر الحطب يعطي اداء صح، العود يحرق الكسره صح ويبطي العود، يعطيك الدهن صح. زي الحين انت تجيب تطبخ الان كبشه على نار هاديه متى تخلص وما تعطيك يمكن اداء زين، لكن طبخت وعدلت تعطيك النكهة الطيبة، رفعت النار زودت، فهمت؟ ما انت، لا انت اللي حركت الطبخة ولا انت اللي
ابو طلال الله يبيض وجهك يا ابو طلال. والله العظيم اليوم اثرانا واثريتنا واثريت المشاهدين. الله يسعدك يا حبيبي. احنا نبغى يعني قبل الختام نبغى ابو طلال تعطينا نصائح للناس اللي يشترون ومحبين العود ومحبين الطيب. نبغى نصائح كذا ممكن انها تفيدهم. اهم شيء انت يعني بتتخذ عند شراء العود تحدد هدفك في شرائها وش هو. أيه. هل هو مناسب اللي انا اركز عليها دائما؟ لان يدخل عند زبون ما هو فاهم، يبغى رخيص يبغى زين، ما هو فاهم ايش بيشتري. أيه. واضح. أيه. مناسبات زي الحين يقول والله انا عندي مناسبه زواج وكذا، دائما انا انصح الزبون اذا جاني يشتري مناسبه زواج اقول خذ لك وقيه واحده ممتازه فاخره. أوه. والباقي من المحسن. ليش؟ لأنك أنت بتحرق في الصالة 99% من اللي حاضرين متعطل متروش ومتعطل. صح. واضح. صح. فأنت تحتاج يعني من المحسن وقية واحدة، يعني حدد الهدف حقك. هل هو استخدام شخصي، استخدام مناسبة، إهداء. قبل الختام أنا ودي أوريك بعض الأعواد وش معنات شخصي وش معنات إيه. إيه والله إيه. ورنا زي الكسر الصغيره هذه عشان اتصالح قوم ولا خليك مستري. هذا الكسر الصغيره واضح ما شاء الله تبارك واضح. هذه استخدام شخصي كاميرا. هذه هذه استخدام شخصي او هذه استخدام شخصي او عندك ضيف ضيفين. هذه اذا جيت تشتري وعندك تقول والله ابغى شيء خاص لي ما تنط على الكسر الكبيره اللي مثل هذه. واضح. ايوه يعني هذه إيه؟ استخدام شخصي. استخدام شخصي إيه؟ الحين انت ريحتني. اذا جيت هذه حقت حفلات كبار. يا سلام عليك. هذه حقت حفلات مناسبات. تجي الان اقول لك عندي الاستخدام الشخصي النوعيه هذه، اطلع لك كل درجات العود اللي إيه؟ الدقه اللي من الهندي السيلاني المروكي، فانت تختار الدرجه اللي انت تبغاها. إيه؟ واضح. يعني زي هذه ارياني، دقه ارياني غير هذه، غير الدرجه ذي. واضح. غير النوع هذا نفس الطريقة، هذه دقة مروكي. هذه كسر أكبر شوي صح؟ إيه. هذه دقة مروكي سم. هذه استخدام شخصي تعتبر؟ إيه شخصي. إيه هذه كلها شخصي. هذه شخصي. عاد أنت برضو حتى إذا جت شخصي أنت بتتعطر تقدر تكسر زي كذا على نار هادية تكفيك ذي. يا سلام. ما تقول له والله بقى حرقها كاملة. إيه بس أنت تتحكم في نفسك. دائم طريقة الحطة على الجمر جماعة الخير، خلني أمثل لك على كسرة كبيرة زي هذه. أنت متحاطة كامل بس أعطيك المعلومة. إيه؟ الجهة هذه وشلونها؟ أبيض. أبيض. ومن هنا؟ غامق. غامق دائما تنحط على الجهة الفاتحة. إيه؟ أو الجهة اللي الله يكرمكم يكون فيها التراب. وفيه نقطة الله يكرمكم، في نقطة الآن جاك ضيف حطيت الكسرة اللي فيها زي ما قلت لكم الجهة اللي فيها الجهة الفاتحة. إيه؟ أو اللي فيها يعني ما نظفت زين او كذا، حطيت انت الكسر كذا ما ترد تمد المبخر على طول. لا لا خلي لين تبدا تحرق ال بس عليها ومبخر. ايه يا سلام. بدات تطبخ، تعال تفضل خلي المجلس يدور بعطيك الحين. لا الله يطيبها مال ما ردك. الله يطيبها ان شاء الله. انت طيب في زواجك ان شاء الله. اسلم قال شوي. لا يا رجال خلنا ننفذ التعليمات. طيب ودنا نحط كيف الفحم ولا نحط فحمه ثاني؟ ابو طلال ابغى اسالك الان، انت لو مثلا غمضنا عيونك وشغلنا واحده واحده تعرفها كلها هذه من ريحه. انا ولله الحمد والمنه. انتم دائما تسمعون القصه هذه اللي يقول لك اعمى دخل محل وقال راعي المحل ابغى نقي، وراعي المحل قال كيف ينقي ما يشوف، ثم دخل يده قام ينقي ثم في الأخير أخذ العود قال ما عندنا عود للبيع. القصة دي دارجة في السوق. أيوة. واضح. سلام. أنا وأنا سولف معك الآن أدخل يدي زي كذا أعرفها فيه كسر زين وممتازة فيها وزن وتكون من الجهتين فيها قوة. سلام. إيه هذا اللي أنا أقصده، يعني بدون ما تلف تعرف ما إيه ليش. سبحان الله حنا يا أهل العود صارت أصابعنا ذي ميزان، ميزان دقيق جدا. أنا وأنا أدخل يدي أعرف إنه هذه كسرة ثقيلة ولا خفيفة. ما شاء الله ما شاء الله. من الملمس
يعني ابو طلال انا من الملمسه احدد لك هذه كسره زينه ولا يعني احنا ابو طلال اتفقنا ان اول شيء الواحد الزبون يعرف هو ايش يبغى يوم يجي محل العود. الزبون يكون يعني يعرف هو ايش يبي، يبي شيء شخصي، يبي شيء للمناسبه، يعني يفرق ما بين الموضوع هذا. لازم يفرق يا جماعه الخير. فرضا قال جيتني تقول ابغى شيء شخصي وابغى شيء مناسبه انا اطلع لك كسر وانقي لك اربع كسر كبار صغار وصغار. بس انت لازم تحدد لي هدفك ايش هو، لاني انا ما ادري اصناف العود، ترى انا ما جبت ولا يمكن 1%. يا سلام، 1% اصناف واجد وصعب. مجال واسع. اي مجال واسع، مجال واسع. الزبد ذا اللي يطلع الاسود، هل هو كل ما زاد افضل؟ كل ما زاد كل ما كان افضل في الطبيعي. هذا الكسر من اندر انواع العود، هذا الكسر. طيب اغلى عود شفت انت؟ هذا الجرام وصل 450 ريال. يعني الكيلو 450 الف، يعني هذا الحاله ب 450 ريال. لا الجرام. الله يطيب، الله يطيب اعمالك. يعني هذه كم سعرها تقريبا؟ ابو طلال والله العظيم الليله الله يسعدك، انك اثريتنا فعلا بالعود. الله يبيض وجهك يا ابو طلال، وجمل حالك وطيبه ومستغرب من اهله. الله يسعدك، اسال الله يبيض وجهك. احنا وصلنا نهايه الفقره الجميله هذه مع ابو طلال اللي والله اثرانا بالمعلومات هذه عن العود. وانا والله العظيم اني جاهل مجال العود مره. أنا الحين أنا ممكن والله ممكن عايز أحيط محل. أنا الحين اندمجت والله، اللي يبغى أنا في الخدمة لكم ولغيركم. وين محلك يا أبو طلال؟ في سوق الزل. في سوق الزل الدير. أي نعم ما شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله لنا زيارة في المعقلية. الله يحييكم. الله يسعدك. الله يحييك يا رب. الله يحييك. الله يحييك ابو طلال. الله يحييك. الله يسعدك ابو طلال. وجمل حالك وطيب امالك. الله يسعدك حبيبي. الله يسعدك. سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث حامل المسك ونافخ كير، حامل المسك ما تجد من ريح طيب او معلومات زينه. ف الله يسعدك، هذا استشعار جميل. الله يجعل وديك مجال. ابو طلال عندك سؤال؟ انت تقول الجرام من جيبك؟ الجرام من هذه، هذه لانها قديمه جدا، فيه مايك اسمه برا، ونفس الكسره. نفس الكسره هذه الشكل ذا مرغوب. كل ما اشتدت سواد. نعم نعم. درنها مركزه. كل ما كان دهن فيها اكثر. هذه اللي يسمونها العود الغطاس اللي ينزل تحتها. هذا من اندر انواع العود. طبعا هذا مو معناته انك كنت تروح المحل تروح تجرب في المويه، لان هذا قليل في المحلات. لا طول عندها طول وغالي، ما هي برخيص. هذه عطورات. هذه لا، مو هو عطورات. هذه انا ابغى اعلمكم كيف استخدام العود. العود هذه عوده يعني؟ لا الان جيت انت الان تطيب. طيب ممتاز. الطيب حقك اللي انت تحبه واضح. حطيت الكسر اللي انت تبغاها، كسرة العود. طيب تتبخر. هذه انت الان في قمة السعادة والروقان بعد ومزاج عالي. اي نعم، هذه طريقة استخدام. هذه من برا وهذه من داخل؟ لا العادي عادي، هي المسألة انك تطيب شماغك. الله انك ما يسعد استفدنا منك. الله يسعدك، الله يغنيك، الله يكرمك، الله يسعدك. هذا عايض الحاله. الله يسعدك محترم. الله يبيض وجهك والله يا ابو طلال، وجهك الغالي يسعدك ويغنيك. وترى يعني الكلام اللي قلته او يمكن نقطه في بحر عالم العود، ولا اللي يبغى يستفيد يبغى يدخل التجاره، تجاره العود. ولا ناخذ تحت باذن الله. هذا ترى المشروع في هذا ترى خلصنا. اي لا باقي، احنا باقي اللي يبغى مجال العود وتجاره العود. أهم ميزة تكون في الشخص نفسه الصبر. إذا ما عنده الصبر ترى ما بينجح في تجارة العود. أنا ماني بمطعم طبخت الطبخة اليوم لازم أبيعها اليوم، واضح؟ صح. لا أنا عود لازم أصبر، شريتها اليوم يمكن أبيعها بعد سنة بعد سنتين. واضح؟ يعني الموضوع يحتاج صبر، يبغى لك صبر. إذا ما عندك الصبر هذا، قوة التحمل هذه لا تشتغل. تروح على صاحب العود تستفيد منه، يعطيك نصائح. أكيد أكيد لازم. أكيد أنت كل شغلة يا جماعة الخير في مجال التجارة بصفة عامة، أنا استفدت من مشروع ريادة الأعمال الوطنية، و يعني
أدعو الشباب جميعاً أن يستفيد من هذا البرنامج لأنه يأهلك إلى سوق العمل. سوق العمل الآن حنا الآن الوقت الحالي، الوقت الحالي وين؟ وقت الطفرة صح في مجال التجارة، لأن الآن تعال يا السعودي اشتغل بدل هذا اللي بيطلع ومدعوم مدعوم من غير فائدة. الآن تعطيك يعطيك البنك كم المبلغ؟ يعطيك 300 إلى 300 إلى نص مليون إلى مليون إلى 5 مليون على حسب مشروعك. بطبع الملايين هذه تجي لازم يكون فيها رهن وما رهن، لكن جدوى بعد 300 ألف هذه أنا خذيت منهم 300 ألف هذه. وش فكرتها؟ فكرتها يا جماعة الخير يبغاك أول نقطة يسألك عنها اللي هو وش مجال خبرتك؟ إيش معنى المجال الخبرة هذه؟ إن عندك قوة في مجال مشروعك هذا. والله أنا خبرتي 6 أشهر 7 أشهر وبعد وش عندك من دورات بعد؟ وش عندك من دورات؟ إيه هو مجال خبرة في المشروع اللي أنت تبغى تشتغل فيه. اشتغلت أنت في هذا المجال، تعال عطنا وش مرئياتك، درست الجدوى حقت، هم يدرسون معك ترى مدة أسبوعين بعدين يقولوا لك تفضل هذا المبلغ استعين بالله في المشروع حقك. السداد متى؟ بعد سنة ونص من مشروعك. هذا ترى من اللي يقول لك الحين خذ لو نفس المبلغ تاخذه ترجعه. رب لك الحمد، بنعمه احنا بنعمه الله. بس وين اللي يشتغل؟ الله يبيض وجهك ان شاء الله الخير واجد واهل الخير. تحيه الربع ابو طلال الله يبيض وجهك وياكم الله يحفظكم الله يكمل حالك يا رب يسعدكم. الله يسعدكم الله يحييك في محلك باذن الله تعالى. باذن الله ان شاء الله الله يحييك. الله يبيض وجهك يا ابو طلال ويكمل حالك ان شاء الله باذن الله انكم استفدتوا اعزائي الكرام، وان شاء الله انكم اخواننا المتسابقين ان شاء الله انكم استفدتوا. الله يسعدكم الله يبيض وجهكم وجهك الله وعلمناكم الله يسعدكم. هذا البرنامج برعاية السيف جاليري آي ثوب للخياطة.